مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حصة الموعد السياسي. الموعد السياسي في هذا الاسبوع سوف نتطرق لموضوع شائك، وهو موضوع حسب لبوتفليقة منذ مجيئه في الى سدة الرئاسة في سنة 99، حيث قال الكثير من الناس انه بوتفليقة جاء وجاءت معه البركة، جاءت معه الشتاء، جاءت معه يعني ارتفاع أسعار المحروقات، وكذلك جاءت معه المصالحة أو ما سمي بقانون المصالحة الوطنية، والذي كما قيل وكما يقال وكما يدعى أنه جاء بالأمن والأمان للبلاد، وأعطى لكل ذي حق حقه في الجزائر، خاصة بعد عشرية التسعينيات. قانون المصالحة الوطنية الذي اقترحه بوتفليقة بمشاركة قيادة الجيش الوطني الشعبي من قيادة أركان وقيادة مخابرات، نص على عدد من التدابير القانونية التي فرضها النظام على المجتمع الجزائري، حيث لخص الأزمة الجزائرية أزمة التسعينات في أنه بعض من فئة الشعب أو من فئات الشعب الجزائري أخطأت في حق دولتهم، وكانوا يعتبرون يعني فئة باغية، وطاردتهم الحكومة بكل ما أوتيت من قوة عسكرية أمنية واقتصادية، واعتبرتهم أنهم تابوا عن أخطائهم، وأن الدولة بمفهوم النظام الجزائري سمحت لأبنائها. سوف نتطرق إلى هذا الموضوع، موضوع المصالحة الوطنية، مع بعض عناصر عنصرين من الجيش الإسلامي، أو كما كان يسمى بالجيش الإسلامي الإنقاذ المنحل في سنة 2000 من جيجل، للتحدث معهم حول يعني خبايا هذا القانون ووضعيتهم اليوم في 2015 في الجزائر، حيث سمعنا قيادات من هذا الجيش الإسلامي الإنقاذ المحن، خاصة أميره الوطني السابق السيد مدني مزرق، أن كل أعضاء استفادوا من تدابير القانون المصالحة الوطنية، وهم يمارسون حقوقهم المدنية والسياسية بكل حرية. وخاصة لاحظتم مشاهدينا الكرام يعني مشاورات أويحية، مشاورات حول تغيير أو تعديل الدستور، والتي استقبل فيها السيد مدني مزراق في الرئاسة، مقر رئاسة الجمهورية، حيث اعتبر كشخصية وطنية سياسية. ما حقيقة الأمر؟ ما هي وضعية أفراد الجيش الإسلامي الإنقاذ؟ ما هو رأيهم في قانون المصالحة الوطنية؟ هل استفادوا حقا من تدابير هذه القانون؟ ما هو رأيهم في هذا القانون؟ وما هو رأيهم كذلك في تصريحات مدني مزراق الأخيرة، والتي قال أنه يعني يعتبر أن السلطة قد وفت بجزء كبير مما وعدته بهم، وأن له هو شخصيا يعني بنود اتفاقية سرية لم تخرج للعلن؟ ما هي مدى صحة هذه الأقوال؟ وما رأي يعني أعضاء أو بعض أعضاء الجيش الإسلامي الإنقاذ المنحل؟ معنا في أول مشاركة في هذه الحصة السيد بدار من جيجل، مرحبا بك. ألو، أهلا سيدي، أنت يعني من جيجل، كنت عضوا في الجيش الإسلامي للإنقاذ من عن ولاية جيجل، يعني أولا، أو السيد درار عفوا، يعني أولا يعني هل لك أن تصف لنا وضعيتكم الشخصية أو وضعيتكم الجامعية في جيجل وغير جيجل، أنتم الذين كنتم أعضاء في ما كان يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ؟ نعم، أولا السلام عليكم أخي، شكرا لك ولكل المشاهدين. وعليكم السلام. أولا قبل أن نتطرق لوضعيتنا، لابد أن يعرف المستمعون ويستمع الشعب الجزائري ويعرف جيدا من هم عناصر الجيش الإسلامي للإنقاذ. تفضل. لأنني كنت قبل قليل أستمع إليك وأنت تتكلم عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أو النظام، وهو يتكلم أننا جمعة من البغاة أو غير ذلك. نعم. هو شخصيا لما أتى إلى السلطة قال لو كنت شابا في مرحلة التسعينات لفكرت بنفسي في الصعود إلى الجبال. نعم. هو قال هذا الطبع. نعم. يعني أن صعودنا إلى الجبال كان شرعيا أو مشرعنا على الأقل. لأن أفراد الجيش الإسلامي للإنقاذ بالأصل أو بالأساس هم أبناء من أبناء الشعب الجزائري الذين انتموا إلى حزب سياسي معتمد. نعم. وهو الجبهة الإسلامية للإنقاذ، فاز في الانتخابات الحرة والنزيهة،
هذا الكلام قيل كثيرا، ولكن لابد ان نؤكد عليه. بعد انقلاب المجرمين على الدوله الجزائريه، اقول لا اقول على الجبهه الاسلاميه للانقاذ، انقلبوا على الدوله باسرها، انقلبوا على الرئيس وشرعيته من النظام، انقلبوا على برلمان عبد العزيز بن الخادم شرعيته من حزب جبهه التحرير الوطني، وانقلبوا كذلك على اختيار الشعب. هؤلاء الناس هم الذين قرروا ان ينقلوا الرعب الذي تملكهم من فوز الاسلاميين الى الشعب الذي اختار الاسلاميين. ولكن 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 سيد درار، يعني انا في مقدمتي يعني قلت ان النظام هو الذي يصفكم، وصحافته خاصة هم الذين يصفونكم بهذا الوصف، ولكن يعني قيادتكم او قيادتكم السابقة عندما يعني كانت تحاور، خلينا نقول يعني بالمباشر، كانت تحاور جنرال او اللواء اسماعيل العماري الذي اتى لكم اليكم في اعالي ولايه جيجل في نهايه التسعينات، وعندما يعني ابرم الاتفاق، وعندما يعني خرج القانون او قانون المصالحه الوطنيه للعلن لكي يستفتى بين قوسين عليه عند الجزائريين، قيادتكم يعني قبلت هذه الصفه. يعني عندما نقرا نص هذا القانون يعني نفهم انه أنتم المخطئين، وأن الدولة والجيش وقيادات الجيش التي حاربتكم وطاردتكم في منازلكم وبيوتكم قبل أن تصعدوا الجبال هي كانت محقة في هذا العمل، وأن هذه الدولة وهذه القيادات اليوم تسمح لكم. يعني قياداتكم قبلت هذا الصفة، يعني كيف تفسرون يعني هذا الأمر؟ لا يا أخي، هنا لابد من توضيح. تفضل. نحن تعرضنا لخديعة كبرى، نحن تعرضنا لمكر وخديعة من هذا النظام، ونحن كنا نعتقد أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد إصداره المرسوم الرئاسي، المرسوم الرئاسي رقم 3000، نعم، في 10/1/2000، كنا نعتقد أنه سيتكفل كما وعد بتفعيله على أرض الواقع، وكنا نظن وكنا نوعد بهذا أيضا، كنا نوعد أن الإجراءات التي سيضيفها لاحقا كما كان يقول يطور بها هذا المشروع ستشمل بعد ذلك فقط المساجين والمختطفين والمهجرين وغيرهم من المتضررين، وإذا به أتى بقانون المصالحة ميع فيه الأمور وجعل المصالحة طرحا بلا أعمدة اعتلاه. الآن أنت تتكلم، ظهرت أبواب حقيقة من المرتزقة تتغنى بمصالحة وهمية لا ترى ولا تلمس، لا طعم لا رائحة لها، بعد 15 سنة لم تزيد الأمور إلا تعقيدا. إذا عرفت مثلا، نعم، الكثير من الإخوة، لا أقول للأغلبية الساحقة، لا يمنعون من الالتحاق بمناصب عملهم، أنا أحدهم. أنا إمام مدرس وظيفتي، متخرج من المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية، عندي عقد مع وزارة الشؤون الدينية، ولكنني أمنع للأمور الأمنية هذه. الكثير من كل الإخوة، كل بدون استثناء، يحرمون من حق الترشح، من التوظف، يحرمون من أو من التوظيف، عفوا التوظيف، نعم، يحرمون من حق الترشح، أنا أقصد الترشح في الانتخابات الرئاسية، يحرمون من تأسيس الكيانات السياسية والاجتماعية. عبد الشيخ مدني مزراق نفسه هو كم مرة يريد أن يتحدث عن الحزب السياسي والشمعية من وقت اللي يزيد ذرعوني واستشال بينهما ولم يتمكن، لم يتمكن من حتى من وضع هذا طلب الاعتماد، لأنه يقين أنه سوف يرفض. هذا الشيخ مدني مزراق رغم ما قدمه للنظام ورغم ما أعانهم من أجل إنجاح مشروع المصالحة الوهمي بين قوسين، هو يعلم ذلك شخصيا، هو قال عبر المصارحة هذا وبعد ما خرج قال لقد دست لنا السم في العسل في هذا المشروع. نعم. وقال في آخر التصريحات نتاعو ماذا قال؟ قال أنه لم يتحقق إلا حوالي 5-10% مما اتفق عليه. ولكن سيد درار، وأنا شخصيا سوف أحاول يعني الاتصال بالسيد مدني مزراق الأمين الوطني السابق أو الأمير الوطني السابق عفوا لما كان يسمى بالجيش الإسلامي الإنقاذ، كي يعني يرد على كلامكم أو يكون له يعني رأي في هذا الموضوع. يعني عندما نسمع تصريحاته منذ نزوله من الجبال، يعني المتتبع للشأن السياسي عندما يسمع مدني مزراق أو يسمع أبو جرى السلطاني، ليس هناك يعني فرق كبير في الخطاب أو المجاملة للنظام. يعني أنا شخصيا لم ألتمس
أي كلام لسيد مدني من زراقة عن 17,000 أو 20,000 مختطف مثلا أو عائلات المختطفين، لم يكن له أي موقف رسمي فردي وليس جماعي مع عائلات المختطفين. يعني كيف لنا أن نتكلم عن بين قوسين شيخ دفع عن المصالحة وعن حقوق المظلومين في التسعينات، وهو الذي لم يتكلم أبدا عن مثلا عائلات أو أمهات المختطفين أو مثلا عن يعني المسجونين السياسيين. اليوم في 2015 ما زال هناك مسجونين سياسيين من فترة التسعينات ما زالهم يقبعون في السجون. نعم، ما زال المساجين يقبعون في السجون، وحتى أفراد من الجيش الإسلامي للإنقاذ بعد نزولهم واستفادتهم من العفو الرئاسي تم اعتقالهم مرة أخرى وهم الآن في السجون. مثلا الأخ عمي عكا شعر أورو الآن في سجن لومبيز في باتنا في قضية صارت قبل صعوده للجبل، والآن نحن في السجن. إذا أردت أن تتكلم عن السياسيين أو المختطفين أو غيرهم، نعم، تتكلم فقط في حدود الجيش الإسلامي للإنقاذ. نعم، الجيش الإسلامي للإنقاذ على سبيل المثال إلى الحفر عددهم حوالي 6,000 فرد من الذين استفادوا من المرسوم الرئاسي المعروف. نعم، إذا أحصينا حقوقهم المدنية والاجتماعية التي تضررت نتيجة الأزمة لكان نصيب الفرد حوالي 5 مشاكل، إذا جمعنا البيوت التي خربت والأموال التي تضررت والأهل التي تعرضوا إليهم الحرمان من الوظائف الملاحقات الوثائق العوائق الإدارية العقوبات التبعية إلى غير ذلك، لو وجدنا أن مجموع المشاكل في حدود 300,000 ملف عالق في الشؤون الاجتماعية فقط لم يسوى منها إلا حوالي 1500 ملف بالنسبة التي قلعهم الشيخ مدني مزرق والناس اللي في النظام اللي راه باشروا هذا الاتفاق الهدنات. بعد 15 سنة من إطلاق هذا المشروع نتاع المصالحة يبقى حوالي 28,000 ملف لم يسوى خاصة في عناصر الجيش الإسلامي للإنقاذ، فما بالك ببقية شرائح المجتمع المتضررة ناهيك عن الجانب السياسي والحقوقي وغير ذلك. حتى الذين غرر بهم من طرف النظام وجندهم في هذه الحرب ضد إخوانهم استحقوا متأخرين على هول المصيبة التي زج بهم النظام فيها ثم تخلى عنهم بعد أن قضى حاجتهم منها، ما كاش يا أخي لمصالحة ولهم يحزنون. ولكن يعني العارف أو الذي يعرف يعني طبيعة النظام الجزائري لا يستغرب منه مثل هذه يعني المراوغات السياسية، وهو الذي راوغ الكثير والكثير من الرجال السياسيين المحنكين حتى من قادة الثورة التاريخيين. ولكن يعني عندما نرى أن السيد مدني مزراق مثلا يستقبل في مقر رئاسة الجمهورية من طرف أحمد ويحيى في إطار المشاورات لتعديل الدستور كشخصية وطنية، يعني الملاحظ البسيط لشأن سياسي يقول لأنه يعني الأمير الوطني السابق اللي ما كان يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ يستقبل في الرئاسة له كلمة مع النظام، وأنه أعضاء هذا التنظيم الذين استفادوا من قانون المصالحة الوطنية اليوم يتمتعون بكل أو بكامل حقوقهم السياسية والمدنية. ولكن يعني هذا شيء غير صحيح، يعني في رأيك لماذا مزراق يذهب إلى الرئاسة وأفراد تنظيمه يعانون ويلات يعني النظام الرافض الذي الرافض بالاعتراف بهم كمواطنين كاملين الحقوق السياسية والمدنية؟ نعم، هذا هنا يقع الكثير من الالتباس، لأن الكثير من أنشطة الشيخ مدني مزراق تختلف، منها ما هو مطلبي من أجل تجسيد اتفاق الهدنة والمرسوم الرئاسي المذكور. نعم، المعروف، وقد أخذه هو شخصيا على عاتقه، هو أخذ بعد نزولنا من الجبال رفقة مجموعة من الإخوة أخذوا على عاتقهم متابعة ملف الهدنة يتوسطون بين السلطات الأمنية أو الجيش الإسلامي من أجل حل هذه الأمور. وكما قلت لك مثلا هذه الخرجات نتاع الإخوة ما هي إلا صدقة، لأن التسويف وطول الانتظار قد أعيرهم، وكذلك جميع الأعذار قد استنفدت من طرف النظام. وهناك أيضا أنشطة تتعلق به الشيخ مدني مزراق كشخصية تمارس بعض حقوقها السياسية، وهو أيضا كان عضو سابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ. على المراقب أن ينظر إلى الأمور كل على مجتمعها، لا يخططها لكي لا تتجاوب عن من التناقضات. نعم، نشاطات الشيخ مدني مزراق المتعلقة بمتابعة اتفاق الهدنة يشغلنا جميعا، نشاطاته كسياسي أو كشريك للسلطة في مشروع المصالحة هذا أمر يتعلق به وحده، إحنا ما يطوع حتى الواحد، لماذا يطوع الشيخ مدني مزراق من الجيش الإسلامي للإنقاذ؟
ربما عنده امور للانسان بالله اعلم. سيد درار أعود معك بعد هذا الفصل القصير كي نكمل هذا الحديث. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا بعد هذا الفصل القصير، سوف نعود معكم. مشاهدينا الكرام نعود معكم مجددا في حصة الموعد السياسي والتي نخصصها في هذه الأمسية لموضوع أو قانون المصالحة الوطنية وتبعياته وما رأي أعضاء سابقين فيما كان يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل. معنا دائما سيد درار من جيجل، مرحبا بك مجددا. أول سؤالي في هذا الجزء الثاني، يعني أين أنتم اليوم والمصالحة الوطنية؟ يعني كيف تصفون وضعيتكم أنتم كأعضاء سابقين في ما كان يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ؟ يا أخي، ووضعية من المصالحة الوطنية هي كوضعية في جميع الفئات المتضررة من المأساة الوطنية التي تسبب فيها الانقلابيون المجرمون. نعم، نحن الآن لا ننعم إلا بلطف الله بهذا الشعب ورحمته بهذه الأمة، لأن الشعب استطاع أن يقتنص فرصة سانحة على حين غفلة من هؤلاء الأشرار الذين كانوا يريدون أن يلقوا بالجزائر في جهنم. أوقف الشعب الجزائري من خلال تلك الفرصة، أوقفوا نيران الحرب، نيران المآسي، لأن الجزائريين يعلمون يقينا أنهم إخوة نزغ شيطان مارد بينهم على حين غفلة هم أيضا من أمرهم ومن مكر هؤلاء المجرمين. ليس هناك مصالحة بين النظام وبين لا إخوة الجيش الإسلامي للإنقاذ ولا الشعب الجزائري ولا الطبقة السياسية ولا مفكرين ولا إعلاميين ولا شيء من هذا القبيل. ما يوجد هو مصالحة بين أبناء المجتمع الذين يعلمون جيدا أنهم إخوة، وكان النظام يدكي نيران الفيس بينهم، اقتنصوا قلت تلك الفرصة، لأن النظام لم يطالب بوقف الاقتتال، لأنهم مثلا أحبوا هذا الشعب أو لأمر من هذه الأمور، ولكن لأنهم وجدوا الأبواب مغلقة وكادوا أن يقضى عليهم هم وعلى مشروعهم نتيجة للحرب التي أشعلوها هم بأنفسهم وانقلب سحرهم عليهم. فقط هذا ما هو موجود على أرض الواقع. نعم سيد درار، سيد درار سؤالي الأخير معك في هذه الحصة قبل أن أتصل ب سيد هشام، ما هي علاقتكم اليوم أنتم، العلاقة العاطفية أو العلاقة التنظيمية أو السياسية مع قيادات أو ما تبقى من قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ، سواء سيد علي بالحاج أو سيد عباسي مدني؟ علاقة أفراد الجيش الإسلامي لا أقول الجيش الإسلامي للإنقاذ بأسره، علاقته بالجبهة الإسلامية للإنقاذ هي علاقة انتماء لا أكثر ولا أقل. لكي نفهم ذلك علينا فقط أن نفهم طبيعة الأمور، لأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ هي أغلبية الشعب الجزائري إلى أن يثبت العكس عبر انتخابات حرة ونزيهة، والجيش الإسلامي للإنقاذ جزء من هذه الأغلبية. الذي يجمع إخوة الجيش الإسلامي للإنقاذ فيما بينهم ويجعلهم ككيان خاص هي الخصوصية الناتجة عن طبيعة الجرم والظلم الذي سلطه النظام عليهم. هذا فقط الذي يجمعهم، مثل المسجونين يجمعهم طبيعة السجن والظلم الذي سلط عليهم، المعتقلين، المهجرين، المختطفين، هذا فقط. الشيخ عباسي مدني والشيخ علي بن الحاج هما القياديان الأساسيان والتاريخيان والمحوريان للجبهة الإسلامية للإنقاذ. ولكن سيد درار، يعني عندما أسمع كلامك يعني تقول أن الشيخ عباسي مدني وعلي بالحاج هما القيادات الرسمية والتاريخية للجبهة الإسلامية للإنقاذ، ويعني كذلك للجيش الإسلامي للإنقاذ بما أنكم يعني فرع من أو تنظيم ينتمي إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ، هذا غير كلام سيد مدني مزراق. المدني مزراق الذي يذهب بنفسه للرئاسة كهو يعني يستحوذ على الفيس أو بقايا الفيس، علما بأن هناك قيادات سياسية تاريخية ما زالت حية وما زالت فاعلة في الميدان. الآن زيارته أو استدعاءه إلى رئاسة
ويقول أنهم يقولون أنه كشخص وطني أو شخصية وطنية. الأمر الذي كان فيه بعض الريبة هو المشروع الحزب الذي يتكلم عنه من حين لآخر يقول لي يجمع شتات الجبهة الإسلامية للإنقاذ. نحن نتساءل أيضا يعني نعلم هل هذا المشروع الحزبي الذي يتحدث عنه يناقش داخل أطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ أم لا يناقش داخل أطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ولا نعلم إلى الآن الموقف الرسمي من قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، لا نعلم هل هو وجه آخر للجبهة الإسلامية للإنقاذ. المهم هل ستستجيب القاعدة له إذا اعتمد أو لا؟ نعم. ربما أنا رأيي الشخصي أن الشيخ مدني مزراق يستعمل هذا الخرجات هذه يقيس بها جدية النظام في الإصلاحات التي يتحدث عنها من حين لآخر. إذا لمس تجاوبا ربما يحس بجدية النظام، أو ربما هي جولات يحس أنها جولات من ألاعيب النظام إذا لقي رفضا. المهم يا أخي المشروع الأساس عندنا عند إخوة الجيش الإسلامي للإنقاذ هو الذي يقرره الشعب، وهو مشروع الجبهة الإسلامية للإنقاذ بقيادته التاريخية عباسي وعلي بن الحاج، وما يفرز أو ما يفرزه مؤتمر جامع بعد ذلك. نتمنى أن يحدث ذلك قريبا. وأعطيك مثال، تفضل. الانتخابات الرئاسية الماضية الجبهة الإسلامية قطعت الانتخابات الرئاسية. نعم. نحن كذلك قطعنا الانتخابات الرئاسية تلقائيين. نعم. ما كانش يعني مشكل في هذا. يعني الأمر. أنتم تنتظرون مؤتمر سياسي جامع للجبهة الإسلامية للإنقاذ. نتمنى أن يحدث ذلك في القريب العاجل. نعم. لكي يفك هذه الالتباسات وهذه النقاشات وهذه الأمور التي لا نفهمها والتي نستغربها حتى في بعض الأحيان. سيدي راغ، نزيد لك سؤال أخير. سؤال أخير، يعني هل تظنون يعني بعد كل ما حدث في الجزائر من يعني حقيقة وحقيقة مزيفة، هل تظنون أن المجتمع الجزائري اليوم في أغلبيته أو يعني مازال قابل إلى قابل مشروع الجبهة الإسلامية للإنقاذ أن يكون عنده وجود في الساحة السياسية؟ نعم بكل تأكيد، ودون أدنى شك أو ريب، ما دامت الجبهة الإسلامية للإنقاذ تعبر عن قناعة الشعب، فالشعب كله هو الجبهة الإسلامية للإنقاذ، أغلبيته على الأصح. الذي يعبر حتى الناس الذين لم يكونوا لهم علاقة ولم يعرفوا الجبهة الإسلامية للإنقاذ في وقتها، الآن مرجعيتهم تقريبا كلهم هو الشيخ علي بن الحاج، هو أبرز شخصية. سيد درار العضو السابق في الجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل، شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف من ولاية جيجل في الجزائر. نتمنى أن نستقبلك إن شاء الله في فرصة أخرى إن شاء الله، وسوف يكون معنا في الجزء الثاني سيد هشام، هو كذلك من جيجل وعضو سابق في ما كان يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل، لاستكمال الحديث معه حول موضوع قانون المصالحة الوطنية وتبعياته اليوم في 2015. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا، سنعود معكم بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام نعود معكم في هذا الجزء الثالث والأخير مع السيد بوزنية حسين المدعو هشام، هو عضو سابق في الجيش أو ما كان يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ دائما عن ولاية جيجل. سيد هشام مرحبا بك. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدي أنتم يعني كعضو سابق في ما كان يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل، يعني ما هي وضعيتكم اليوم الشخصية والجماعية بعد يعني ما سمي بقانون المصالحة الوطنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عليه نتوكل وبه نستعين. أخي كريم، قبل التكلم عن قانون المصالحة الوطنية فيما يخص شريحة الجيش الإسلامي للإنقاذ، لا ننسى أن هناك مرسوم خصهم بعفو خاص، وحتى لا نقول أنه لم يطبق البتة فإنه لم يطبق إلا جزئيا. كيف ذلك؟ أن وضعيتهم بقت عالقة، بحيث أن صحيفة السوابق العدلية لم تحين منذ 2000،
فجميع العقوبات التي مستهم اثناء مرحله الازمه لا زالت تجير توجور في القضية الجزائرية. يعني لا زالت تتابعكم؟ ما زالوا يتابعون. يعني كيف لماذا مثلا قياداتكم السابقة والتي قد تكون مازالها قيادات حالية، يعني عندما كانت تحاور النظام وعندما نسمع السيد مدني مزراق يتكلم عن الحوار الذي أو يعني المحادثات التي جمعته شخصيا بلواء اسماعيل عماري القائد أو القائد السابق لجهاز الاستخبارات الداخلية في الدياراس، يعني يتكلم عنه كأنه هو إمام مسجد الحرام، يعني كيف يعني كان لهذه القيادات أنها تحاور يعني قيادات الجيش وقيادات المخابرات يعني وتخرج بقانون المصالحة الوطنية وتدعوكم للنزول من الجبال، ولم تأخذ على هذا النظام أو على هذه القيادات قيادة المخابرات يعني أي يعني نتيجة عملية في الميدان لصالحكم مثلا؟ والله يا اخي ستي نيكس بريكاد يعني في كاتيدير تفضل. سيكي ne s'agit pas يعني le fait le décret présidentiel numéro 03/2000 يعني il n'a pas une application graduelle. D'accord. Il y avait c'était un décret normalement qui est limité dans le temps. Mm-hmm. Dans le temps, où cannabis d'un can تطبيقه يعني في خلال أسبوع. نعم. ولكن السلطة ترفض تطبيقه، يعني السلطة ما عندهاش نية حسنة، لم تكن لها نية حسنة لا معكم ولا مع كل معارضين سابقين سواء كانوا من الإسلاميين أو غير الإسلاميين. يعني كيفاش، خلينا نسقسيك بالعامية أو باللغة الأجنبية يعني إذا كان الأمر أكثر سهولة لكم، يعني comment vous avez pu leur faire confiance à ce point et comment vous يعني vous êtes يعني désengagé militairement et sans contrepartie réelle de la part du régime. يا أخي الكريم، لا كونتربارتي سي تان تيكس يعني كي اي تي تري بار لو بريم ميجستر دي بي اي دي بي اي نورمالمون دو تيتر ابليكي كوم تو لي زوتر تيكس. مي سي كو نو نافون يعني سينسيرمون نو نافون با دي ليمون دو ريبونس كي كوربور سي تا دو في. داكور. C'est pourquoi nous avons demandé le relancement du processus d'application de ce texte. Dans le communiqué que vous avez signé il y a quelques semaines de cela. Mais c'est Hicham, est-ce que par exemple vous continuez à faire confiance à vos leaders historiques, notamment M. Medani Mzerag, dans cette partie application de la charte de la réconciliation nationale? والله يعني السيد الاخ مدني مزراق هو يعني بيجرد قلمه وحل هذا التنظيم. نعم. يعني باسيكمون يعني ما بقاش يمثل هذه الشريحه وبالي دو سون نو. مي Il n'a pas été abrogé. Donc pour vous, vu que M. Medani Mzerag a dissous l'AIS, donc de fait, il n'est plus le représentant légitime des membres de l'AIS qui sont descendus des maquis. Il est tout à fait évident qu'il ne représente plus les éléments de l'AIS. Et est-ce que vous êtes toujours en contact avec lui aujourd'hui? Personnellement, non. D'accord, personnellement, non. Et quelles sont vos relations affectives ou effectives et politiques avec les leaders historiques du FIS, notamment Ali Belhadj et Abbassi Madani? Je ne sais pas que nous avons travaillé avec le maquis.
نحن كنا مناضلين في هذا الحزب، والمتحدث أنا رئيس بلدية. نعم. رئيس بلدية، رئيس بلدية منتخب. منتخب. نعم. منتخب. إذن يعني هي علاقات تامة ولا زالت. يعني تعتبرون أنفسكم من الفيس؟ لا نعتبر أنفسنا من الفيس. نعم. ولكن البعض اليوم أو من قيادات السابقة للأياس، يعني لا أريد التسمية ولو أني سميتها في الجزء الأول، يعني عندما نسمعها تتكلم اليوم كأنها هي الفيس أو هي القيادات أو القيادة المنتخبة أو القيادة التاريخية لما تبقى من الفيس، علما بأن القيادات التاريخية للفيس سيد عباس المدني أو سيد علي بالحاج اليوم ما زالوا محيين. لا شك فيه أن قادة الجبهة الإسلامية لا زالوا أحياء وهم القادة الشرعيين لهذا الحزب. والباقي له الحق أن يؤسس وينتظم في أي جمعية أو حزب. سيبوندون إذا بريمابور يعني pour parler au nom du collectif il faut au préalable se concerter avec et être dûment autorisé pour parler en leur nom. Mais j'ai le regret d'annoncer en ce qui le concerne, que c'est pas le cas. Que ce n'est pas le cas. Yani, c'est pas le cas. Il peut pas y aller. Il peut pas parler en notre nom. سيد بوزني حسين مدعو هشام. يعني أنتم كإطارات سابقة في الجبهة الإسلامية، يعني قد وأنت كنت رئيس بلدية منتخب. نعم. يعني هل نعرف يعني نقدرون نعرفوا الوضعية الشخصية تاعك قبل التحاقك بالجبال، يعني ما الذي خلاك أنت شخصيا أنك تطلع الجبل؟ والله يا أخي ما يعني جو في با اكسيبسيون دي ميليتون دي فيس يعني nous avons subi tous les revers de la crise هذه. نعم نعم. les poursuites, l'emprisonnement, يعني tout. D'accord. Donc pour vous, on vous a vraiment poussé à devenir un maquisard. ما في ذلك شك. Par exemple, si on lit les commentaires des éradicateurs de l'époque qui existent toujours, ils vous décrivent les militants du FIS que vous aviez ou vous avez une prédestination à être violent. Que leur répondez-vous? والله غير هذا قول comment sont prédisposés à être violent. C'est ce que dit par exemple Reda Malek, c'est ce que disait Ali Haroun, Aslaoui ويعني واسماءهم يلي للاسف كثيره. يا اخي الكريم، احنا لقد برهنا نعم. يعني كما قلت لك nous avons subi tous les revers de la crise qui nous a été déclaré. نعم. Et à laquelle nous avons le mérite احنا نتاع الياس d'avoir mis un terme en ce qui vous concerne en annonçant volontairement à l'usage des armes dans l'intérêt exclusif de la Oumma. نعم. وإلا كان يقولوا باللي nous étions prédisposés à يعني être violents. على قبل لامينياسيون نتاع لو بروسيس الكتورال. نعم. اون سي با مانيفيستي بار اون فيولونس كيلكونك. نعم. السيد هشام، شفت البيان اللي يعني رايت شخصيا البيان الذي وقعتم عليه انتم والسيد درار، يعني لكن السلطات لم ترد ولن ترد يعني على هذا النوع من البيانات، ولكن يعني ما هي الخطوات القادمة لكم، علما بأنه السيد مدني مزراعي قال بأنه يريد تأسيس حزب أو جمعية وطنية، هل أنتم تنخرطون في مشروعه الشخصي أو لكم مشروع آخر؟ والله أخي الكريم، يعني احنا avant de publier le communiqué هذا nous avons saisi les autorités compétentes. نعم. Toutes les autorités compétentes ont été saisies par d'ailleurs par une lettre qui explique dawafi' al-bayan hada. Naam.
Bon, disons qu'il y a un mois de ça, mais peut-être que le temps yani, n'est pas... يعني لو طو ان بارتي مازال نعم نعم ولكن يعني هل لكم مشروع سياسي او تبقون دائما منخرطين في يعني المشروع التاريخي وهو مشروع الجبهه الاسلاميه الانقاذ؟ اخي الكريم احنا ما عندناش نوتر بروجي بوليتيك نو زافون نوتر بروبر بارتي. نعم يعني تبقون متشبثون بعودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ للنشاط السياسي؟ نحن متشبثون بعودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ وحل الأزمة هذه يعني بصفة شاملة في هذا الإطار، وإلا يعني ما نكون يعني صح دي قطاع طرق ولا دي فيولون انا يعني دو ميموار je n'ai jamais entendu que quelqu'un a rejoint le maquis yani pour convenance personnelle. نعم نعم يعني s'il n'y a pas problème politique ou la crise يعني une crise majeure qui touche la société. نبقى متشبثين عندنا حزب ما أنني باش ننشئ حزب خلاف ونخرط في أحزاب أخرى. نعم سيد هشام يعني إذا سألتك عن يعني خطابات رجال السلطة الذين يتباهون منذ سنوات بقانون المصالحة الذي أتى به فخامته رئيسهم بوتفليقة، يعني ما هو ردكم على مثل هذه الخطابات الفارغة إذا يعني ما رأينا حالتكم اليوم أو حالة عائلات المخطوفين أو المسجونين السياسيين الذين عددهم كبير ويبقوا قابعون دائما في سجون النظام منذ التسعينات؟ بون يعني افري دير قانون المصالحة يعني سي لا ريغلي يعني دي كاس بورا دي فايلا مي ينا با ريغلي تو لي بروبليم. Il n'a pas tout réglé. Par exemple, quels sont les problèmes qui n'ont pas été réglés? Si vous pouvez nous citer quelques... En ce qui concerne les éléments de l'AIS. Mm-hmm. Les éléments de l'AIS. Yani, les travailleurs n'ont pas été réintégrés dans leur travail. Mm-hmm. Et vous, personnellement, votre situation professionnelle, elle est comment aujourd'hui? Allô? Vous, personnellement, votre situation professionnelle, elle est comment aujourd'hui? Moi, j'étais directeur adjoint au niveau du secteur sanitaire de Paris, je n'ai pas été réintégré. Et depuis que vous êtes descendu du maquis, vous n'avez pas travaillé? Ah, je n'ai pas travaillé, mais actuellement, je travaille chez un privé. Mais l'État ne vous a pas réintroduit dans votre poste de travail? Non, non, elle ne nous a pas réintégré. Elle nous a soi-disant indemnisé, mais suivant la grille de salaire qui prévalait aux années 92-93. Et indemnisé pour combien d'années? En ce qui me concerne, 120 000 dinars. 120 000 dinars. 12 مليون يعني 120 دينار. هذه هي الاندمنيزاسيون. في الاندمنيزاسيون. هذه هي المصالحة الوطنية. وي. اونكور. اون سكي كونسيرن يعني دو ما فامي جي ان فرير. نعم. انا خضر بوزنية. نعم. كي اي بي الي dans les élections du 26 décembre à Vorteil. Les élections législatives, نعم. Les législatives. Comme député sur la circonscription de Chakfa. Élu au premier tour. Au premier tour, hein. Élu député, naam. Oui. Il est arrêté dans un barrage de gendarmerie. Il a été incarcéré au niveau de la prison du Gigel. Transféré sur la prison de Constantine pour y être jugé devant la cour spéciale de Constantine. Oui. Hein? Et depuis... Il a été disparu. Il est porté disparu. Il est porté disparu. Vous n'avez aucune nouvelle. Il n'a pas été indemnisé jusqu'à présent. Jusqu'à présent. عندك سؤال شائك لك أن ترد عليه أو لا ترد عليه؟
لماذا أميركم الوطني السابق سيد مدني مزراق في جميع يعني مداخلاته الصحفية، وأنا شخصيا أحاول أن أتصل به شخصيا كان يكون معنا في حصة من حصص الموعد السياسي كي يرد على كلامكم ونتحدث معه كذلك في قانون المصالحة ورأيه في قانون المصالحة، لماذا سيد بوزنية أو سيد هشام لماذا مدني مزراق لا يتكلم أبدا عن المختطفين؟ عن المختطفين على لي ديسباري. والله بتاتر كيلي بيرسونالمون مون كونسيرني، ولكن يعني انتم شخصيا او انتم ككتله او مجموعه يعني فوزيت كونسيرني بار قضيه سياسيه، عندكم قضيه سياسيه ماشي قضيه شخصيه. لا كازي توتاليتي دي زيليمون دو ليكس اي اس سون كونسيرني بار دي ديسباريسيون، كسوا فرير ان فرير ان بير ان مونكل ان بو بير ايتترا، يعني فوزيت ما فوزيت توتاليتي كازي توتاليتي كازي توتاليتي دي زيليمون سون كونسيرني. ولكن هو شخصيا لي با كونسيرني، vous pensez qu'il n'est pas concerné. Je ne comprends pas. Je comprends cette attitude. شكرا. Je ne comprends pas. شكرا سي بوزنية حسين مدعو هشام، بارك الله فيك على هذه المشاركة معنا اليوم في حصة الموعد السياسي والتي خصصناها الى موضوع المصالحة الوطنية، ومن يعني من رأي او ما هو رأي الاعضاء السابقين ما كان يسمى بالجيش الاسلامي لانقاذ لاياس عن ولاية جيج. المشاهدين الكرام نتمنى أنكم يعني استفدتم بهذا القدر من المعلومات، خاصة يعني معلومات تأتي من أعضاء سابقين من لاياس وليس من قياداتهم التاريخية، ورأيهم المناقض أو المعاكس لما يروجه بعض القيادة التاريخية مثل سيد مدني مزراق. أعيد وأقول نحاول الاتصال بالسيد مدني مزراق كي نتيح له يعني فرصة يعني الرد على هذا الكلام والرد على أسئلتنا في هذا الموضوع. نتمنى أن يعني نستطيع أن نتصل به وأن يقبل يعني أن يشارك معنا في حصة الموعد السياسي، هو الذي شارك مع الكثير من قنوات النظام أو مشتقات النظام لا داعي لذكرها الآن. مشاهدنا الكرام إلى موعد آخر إن شاء الله من حصة الموعد السياسي، إلى ذلك الحين أعادنا الله وإياكم من حكم العسكر، سلام الله عليكم.